حقيقي مشهد شفناه فجر اليوم يثلج له القلوب، مشهد عظيم. بعد 3 شهور من غلق المساجد نظرا ودور العبادة في مصر، نظرا بالتأكيد للظروف الاستثنائية اللي بيمر بها العالم كله بسبب فيروس كورونا، النهاردة أول يوم تفتح المساجد بعد 3 أشهر وسط إجراءات احترازية شديدة وقوية تبنتها وزارة الأوقاف لعودة الحياة مرة أخرى إلى بيوت الرحمن. مزيد من التفاصيل حول هذه الإجراءات، إزاي هنستمر خلال الفترة القادمة؟ إحنا عارفين الصلوات الخمس صلوات فقط، ليس إلا صلاة الجمعة تتوقف، دور المناسبات تتوقف، صلاة الجنازة تتوقف، مجموعة من الإجراءات الاحترازية بنتها وزارة الأوقاف. خلينا نتعرف منها من ضيفي هنا في الاستوديو الدكتور نوح عبد الحليم العسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم. اهلا بحضرتك فضيله الشيخ. اهلا وسهلا استاذ محمد، واهلا بالساده المشاهدين. استاذ حضرتك بس نتابع الاول التقرير دوت، وبعده ان شاء الله نبتدي حوارنا وندردش بقى حوالين هذه الاجراءات وكيف عادت الحياه من جديد الى بيوت الرحمن. خلينا نتابع هذا التقرير. على الصلاة حي على الفلاح، بتلك الصيغة سيعود الأذان مرة أخرى، ويعود معه عمار بيوت الله للصلاة في مساجدهم بعد أكثر من 3 أشهر حرموا من ارتياد المساجد. يأتي ذلك في إطار إجراءات الدولة للتعايش مع جائحة كورونا، حيث تعود الحياة لبيوت الرحمن ويبدأ المصلون أداة صلاة الجماعة ما عدا صلاة الجمعة، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على أنفسهم وعلى غيرهم حتى تمر الأزمة بسلام. أهم هذه الإجراءات الالتزام بعلامات التباعد في كل اتجاه، بترك مسافة بينه وبين من يجاوره وبينه وبين من يصلي أمامه وخلفه، مع ضرورة اصطحاب المصلي سجادة الصلاة الخاصة به وارتداء الكمامة شرط إجباري لحضور الصلاة. وسوف يتخطى الشعب المصري هذه الأزمة بتكاتفه والتفافه حول قيادته الحكيمة. مرحبا بكم مرة تانية، ونبدأ حوارنا على طول مع دكتور نوح عبد الحليم العسوي، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم. دكتور نوح، يعني الحياة الحمد لله النهاردة بصلاة الفجر فتحت المساجد من جديد للمصلين، أبرز الملاحظات يا فندم اللي انتم دونتوها خلال الساعات دي يا فندم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فاسمح لي يا أستاذ محمد في البداية أني أهنئ الشعب المصري كله بالفعل بنعمة الله سبحانه وتعالى على عودة فتح المساجد. صحيح. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء وعن مصرنا العزيزة وعن سائر بلاد العالمين، كما نسأله سبحانه وتعالى ألا يعيد علينا غلق المساجد مرة ثانية. التي نعمة فعلا من نعم الله سبحانه وتعالى أن المساجد عادت إلى استقبال ضيوف الله سبحانه وتعالى. الحمد لله تم افتتاح المساجد فجر اليوم على مستوى الجمهورية، وحتى هذه اللحظة في غرفة العمليات الخاصة بمتابعة المساجد المستمرة لم نتلقى أي ملاحظات سلبية، بل بالعكس تلقينا ملاحظات إيجابية على أكثر من على أعلى مستوى. ده أنتوا مهمة ديت حضرتك عاملين غرفة عمليات. غرفة عمليات مستمرة على دائمة على طول، ال 24 ساعة شغالة عشان نشوف الدنيا مطبقين المتابعة مستمرة لجميع المديريات الإقليمية، 27 مديرية متابعة مستمرة في غرفة عمليات ثابتة برئاسة فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، غرفة عمليات ثابتة بديوان عام الوزارة للمتابعة المستمرة. طيب خلينا نرجع شوية ورا بقى كده، أيام قبل فتح المساجد اليوم، إزاي الوزارة استعدت لهذه الخطوة فجأة؟ بالنسبة لاستعداد الوزارة، بمجرد ما تم الإعلان عن فتح المساجد من لجنة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الفور تم عمل اجتماعات دورية ومتابعة يعني متتابعة ومكثفة من معالي وزير الأوقاف القطاع الديني وبقيادات الوزارة وبقيادات المديريات الإقليمية يعني لبيان وتوضيح الضوابط التي حددتها الوزارة لاستعدادها لفتح بيوت الله عز وجل. الضوابط دي بقى؟ الضوابط دي تنقسم إلى قسمين، ضوابط خاصة بالمساجد ومسؤول عنها المديرية نفسها بإمام المسجد المسؤول، وضوابط خاصة بالمصلي نفسه اللي هو جاي يصلي. طيب الضوابط اللي هي الخاصة بالمسجد نفسه، أول حاجة غلق دورات المياه، عدم فتح دورات المياه نهائيا
لانها طبعا بتؤدي الى انتشار الامراض. ده الافضل، ده الافضل. افضل حاجه غلق دورات المياه نهائيا وعدم فتحها. تمام. الحاجه الثانيه عدم فتح دور المناسبات او اي اضرحه او اي مقامات او حتى الابواب المؤديه اليها، لان ده طبعا بيعمل ايه؟ بيعمل تجمع للناس، وكل مكان بيحصل فيه تجمع بيؤدي الى او يكون سبب في انتشار العدوى او الفيروس. ولا حتى صلاه الفجر مثلا ممكن يتم فتح الاضرحه او كده ولا انتوا غلق الاضرحه غلقا تاما لا يفتح في اي صلاه؟ تمام. لان دي ضوابط هامه ليه؟ احنا بنحافظ على الناس، وقبل ما تحافظ قبل ما تؤدي الفريضه لازم تحافظ على النفس الاصل، النفس اولا قبل الفريضه. الضابط الثالث بعد كده بنقول اي حاجه داخل المسجد تغلق وعدم فتحها، يعني كانت مكتبه تغلق المكتبه داخل المسجد، حتى ما تسيبش فرصه لحد يمسك كتاب يقرا فيه، الثاني يجي يمسك نفس الكتاب، يكون ادى برضو الى صحيح. اسباب انتشار الفيروس. الكولدير اللي موجود في المسجد برضو عدم فتح لاي كولدير مهم، عدم وجود اي كولدير اصلا بالمسجد مهم. دي حاجات كلها داخل المسجد نفسه بتحافظ عليها، مين المسؤول عنها؟ امام المسجد او المسؤول عن المسجد او مدير المديريه نفسه. دي ضوابط خاصه بالايه بالمسجد وعدم فتح اي شيء داخل المسجد يؤدي الى انتشار الفيروس. بعد كده بنقول فيه ضوابط خاصه بالمصلي نفسه. لا خلينا نكمل مع الضوابط الخاصه بالمسجد. بالمسجد بعد، هل حضرتك المسجد الخمس فروض بس، هل هيتم تعقيم المسجد او تطهير المسجد تاني، ومين المسؤول عن الموضوع ده؟ كنت هقول لكمل لحضرتك بالنسبه للاجراءات اللي اتخذتها وزاره الاوقاف، ان تم توزيع ادوات النظافه لجميع المديريات لتعقيم المساجد وتطهيرها ونظافتها وفرشها، وفي متابعه مستمره على كده، اللي هيقوم بكده العمال بتوع المسجد، العمال بتوع المسجد باشراف امام المسجد باشراف مدير المديريه، بمتابعه مستمره لطهاره ونظافه وتعقيم، يعني بعد صلاه العشاء يتم تطهير المسجد بين كل صلاه وصلاه يا فندم، بين كل صلاه وصلاه، كل صلاه وصلاه يا فندم، استمرار التعقيم مستمر على طول والنظافه مستمره على طول، حتى عشان نطمن الناس اللي جايه تصلي ان كل حاجه تمام باذن الله. المسجد هيتم فتحه وقت الصلاه بس؟ المسجد بيتم فتحه بدايه قبل الاذان ب 10 دقائق، قبل الاذان ب 10 دقائق، قبل الاذان ب 10 دقائق يتم فتح المسجد. تمام. ثم يؤذن للايه؟ للصلاه. ثم الاقامه بعد الاذان مباشره، ما فيش وقت بين الاذان وبين الاقامه. ما فيش وقت بين الاذان وبين الاقامه. يعني يؤذن ينتهي من الاذان يقيم للصلاه مباشره، ده في كل الفروض، في كل الفروض، ثم بعد ذلك تقام الصلاه، وبعد انتهاء الصلاة يغلق المسجد في مساحة لا تزيد عن نصف ساعة من بداية الأذان. طب انتوا حضرتك هتقفلوا، طب ما تسيبوا الحنفيات حتى الناس تتوضى يا فندم. دورات المياه ودورات المياه والحنفيات اللي عاوز يتوضى يتوضى ببيته، وخلي بالك ان ده الأصل، الأصل للإنسان انه يتوضى ببيته ويتطهر في بيته ثم يذهب إلى المسجد لأداء الصلاة. هو الحديث بيقول كده، من تطهر في بيته ثم ذهب إلى المسجد أو ثم مشى إلى المسجد فكل خطوة يخطو بها له حسنة وبالأخرى ترفع عنه خطيئة. ده الاصل ان الانسان يتوضا ببيته، وبعدين احنا بنحافظ على الناس، ما احنا ممكن نسيب المساجد كلها وممكن نسيب دورات المياه مفتوحه، لكن ممكن يجي واحد مصاب هو نفسه حامل للفيروس لكن مش ما عندوش علم بيه، ممكن يتوضا يصيب واحد تاني، فاحنا الهدف عندنا الحفاظ على النفس والحفاظ على الناس اولا. وهي كلها ممكن نتكلم ان هي دي اجراء اولي، ده اجراء مبدئي واحترازي، لو تم تعليمه لو تم الالتزام به ان شاء الله نبتدي سنه المراحل التانيه. طيب في ضوابط بقى خاصه بالمصلي نفسه عشان يلتزم بالمصلي، انت نازل تعبد ربنا، نازل تتقرب الى الله عز وجل باداء الفريضه، الواجب علي ايه اعمله؟ اني احافظ على نفسي اولا، يبقى اتطهر في بيتي، اتوضا بيتي اولا، وبعد ذلك التزم بالكمامه، لانك انت لما بتروح اي مصلحه اي مكان في الدوله بتهدي مصلحه ليك لازم تلتزم بالكمامه، لا تعرف تدخل بنك من غير كمامه ولا تعرف تروح تعمل عربيه الا ترخص عربيه في المرور بدون اي مصلحه، ملتزمه بالكمامه. ليه؟ تحافظ على نفسك انت اولا ثم تحافظ على غيرك. هصلي بالكمامه؟ هتصلي بالكمامه ما فيهاش اي مشكله خالص. نهائي. يبقى تلتزم بتتوضى ببيتك، تلتزم بالكمامه، بعد كده تصطحب المصلي الشخص معاك اللي هي السجاده، تاخد السجاده معاك. وبالمناسبه السجاده دي النهارده والله يا استاذ محمد في جالنا تليفونات ملاحظات اعلى على اعلى مستوى، الله في ناس جايبه معاها سجاجيد، يعني من ضمن واحد بيقول لي في واحد جايب معاه 50 سجاده احتياط لواحد مثلا يكون ما عندوش سجاده، يكون واحد جاي من غير سجاده حاططهم في المسجد احتياطي لاي حد، واحد تاني جايب علبتين ثلاثه كمامات جاي موجود لو واحد نزل كمامه بس. عايزين ناكد على حاجه ان السجاده استخدام شخصي، يعني مش هنسيبها في المسجد اصلي عليها واسيبها تاني. لا ما هو طبعا ما بياخدها دي بقى دي استخدام شخصي، انا بجيب سجادتي معايا بصلي واخدها معايا. اللي جايب سجاد هيسيبها مش هيسيبها في المسجد، لا يعني اللي هيصلي هيبقى هتبقى دي بتاعته ما بياخدها، ما بيسيبهاش في المسجد لواحد تاني. لا ما ده احنا مأكدين على كده، واللي بياكل قالش امام المسجد امام المسجد نفسه بيدي تعليمات
النبي كده وكاتب على المسجد نفسه كده انك لازم تصطحب معاك الشخص المصلى الشخصي ولازم تجي لابس بالكمامه ولازم تجي متوضي، كل ده ليه؟ عشان انت بتحافظ على نفسك اولا قبل ما تحافظ على غيرك. اذا حافظت على نفسك حافظت على غيرك. طيب دي كلها اجراءات المفروض الكل يلتزم ان شاء الله. طبعا احنا كلنا سمعنا ان صيغه الاذان رجعت للصيغه الطبيعيه، حي على الصلاه حي على الفلاح، باستثناء صلاه الجمعه. طب صلاه الجمعه معلقه ليه؟ لحد ما نشوف مدى التزام الناس بالتعليمات والضوابط دي. لو الناس التزمت بالتعليمات والضوابط وكل واحد راعى البعد الاجتماعي اللي موجود داخل المسجد، العلامات اللي فيه طبعا علامات ده شرعا يجوز يا فندم، يجوز يا فندم عادي ما فيش مشكله خالص، لان انت في ضروره ما فيش اي مشكله فيها، ومفيش حد قال يقدر يقول لا يجوز. لو راينا مراعاة البعد الاجتماعي ده في العلامات اللي حددتها اداره المسجد او اللي حددتها وزاره الاوقاف او وزاره الصحه، لو التزمت الناس بكل التعليمات دي يبقى ان شاء الله رب العالمين ترجع صلاه الجمعه مره ثانيه، لانها مرهونه بمدى التزام الناس بهذه الضوابط. صحيح. طيب ان شاء الله. من انا بس نقطه قبل يعني السؤال اللي جاي، الجهات المنوط بها تنفيذ هذا القرار والضوابط اللي بيتم مراقبه هذه الضوابط، مين الجهات المنوط بها يا فندم؟ وزاره الاوقاف يا فندم. هل حد هيساعدكم من المحافظات او كده او من الادارات المحليه او كده؟ المحليات بتساعد مع الاوقاف. حتى معانا كمان في مبادره من ضمن الاجراءات اللي عملتها وزاره الاوقاف، في مبادره عظيمه جدا مع وزاره الشباب والرياضه. يعني وزاره الشباب والرياضه ابدت استعدادها بان هي عندها شباب متطوع يساعد في تنظيم العمليه، في عمليه دخول المسجد وعمليه الخروج وعمليه وضع العلامات وعمليه التزام المصلين وكده. يعني في اجهزه الدوله كلها تتعاون حفاظا على النفس البشريه، وهو ده الحمد لله اللي مخلي الامور الحمد لله ماشيه مستمره من وزاره الاوقاف. طيب انا بس عايز اكد على نقطه معينه. اتفضل. يعني المن منوط بيه عامل المسجد اللي هيقوم هيلبس الكمامه ويقوم برش المسجد بالمواد المتغيره، هو ده الزام على عامل المسجد؟ طبعا هتبعوا حضرتكم هتبعوه عشان بس نطمن الناس يعني يا فندم. طيب دائما وابدا العماله المستمره على طول بالتعقيم والنظافه، عامل المسجد وامام المسجد هو المسؤول مسؤوليه كامله عن التنظيم. في مساجد فيها شركات صحيح نظافة. صحيح مساجد الكبرى بالظبط، فيها شركات نظافه مدربه وعلى اعلى خبره على اعلى مستوى وخبره كافيه للتعقيم. اما بالنسبه لجميع المساجد فعامل المسجد او عمال المسجد هم الذين يقومون بالايه؟ بالتطهير والتعقيم ما بين كل صلاه وصلاه. حسبتوا زي فندم المساجد اللي هيتم فتحها خصوصا في الاماكن الشعبيه وكده بيبقى في زوايا كتير يعني؟ احنا بدانا المرحله الاولى زي ما حضرتك يعني عارف ان المرحله الاولى يعني تخص المساجد فقط دون الزوايا. كم مسجد يا فندم؟ هو تقريبا فوق يعني اكثر من 80,000 مسجد بالنسبه للمساجد اللي تم فتحها، اكثر من 80,000 مسجد. دي المساجد بدانا بيها بالمساجد بدايه ليه؟ عشان نحافظ على الناس في الاول، وفي نفس الوقت لو التزمت الناس بهذه الضوابط بيتم في مرحله ثانيه بعد كده ممكن نفتح الزوايا بعد كده، دي المرحله الثانيه. في مراحل معينه خطه وضعتها وزاره الاوقاف، لكننا نبدا بمرحله ثم مرحله اخرى. اللي مش هيلتزم هتعمله معاه ايه؟ طبعا اللي مش هيلتزم بالنسبه للي مش هيلتزم ده شقين اثنين، اللي مش هيلتزم من ناحيه المسؤوليه عن المسؤول عن المسجد ان كان امام او عامل ده يعاقب ويحاسب باقصى العقوبه لانه مخالف للتعليمات بتاع الوزاره. لكن اللي مش هيلتزم من المصلين، يعني لو واحد جه من غير كمامه وانا ما عنديش كمامه فبحاول اديله كمامه من عندي كامام المسجد بديله، لو جه مره ثانيه لو لقيت ناس كتير بدات تيجي من غير كمامه لا احنا قلنا ان يا جماعه نلتزم بالتعليمات، لو ما التزموش بالتعليمات يغلق المسجد فورا ولا يفتح الا بعد الانتهاء من ازمه كورونا. يعني لو احنا بنقول للناس ساعدونا على ان احنا ما نقفلش المساجد مره ثانيه. يعني انتوا حضرتكم مخولين لامام المسجد؟ امام المسجد لو الناس لو هياخد القرار ان عدد جه من غير كمامه ومش عارف لو لم يلتزم المصلون بالتعليمات له ان يغلق المسجد فورا ويبلغ مدير المديريه. ده قول واحد على طول، ما فيهاش ده ليه؟ انت جاي تاذيني او تاذي نفسك، حاجه من الاثنين، يا تاذي الناس يا اما تاذي نفسك انت، لا انت عاوز تحافظ على نفسك ولا انت جاي عاوز تحافظ على غيرك. يبقى لا تصلي بايدك افضل والمسجد يغلق. هتعملوا ايه في صلاه الجنازه، الافراح، طبعا الحاجات دي كلها من ضمن الضوابط اللي حددتها وزاره الاوقاف بعدم فتح دور المناسبات، ليس هناك عزاء ولا صلاه جنازه ولا دخول جنائز داخل المسجد ولا اي مناسبه اجتماعيه. ليه؟ لان احنا في المرحله الاولى بنشوف مدى التزام الناس يا استاذ محمد. لو الناس التزمت بالبعد الاجتماعي ومفيش اي مشكله والتزموا بالتعليمات والضوابط اللي حددتها وزاره الاوقاف احنا ما عندناش مانع بان احنا نتوسع في المرحله الثانيه في الفتح، لكن مبدئيا ممنوع منع ولا صلاه جنازه ولا صلاه جنازه. تمام. احنا بس المساجد فتحت للصلوات الخمس فقط. اما صلاه الجمعه فهي المسجد يغلق في صلاه الجمعه ويعود الاذان في صلاه الجمعه الا صلوا في رحالكم ظهرا، لان استمرار تعليق اقامه الجمعه موجود لحين التزام الناس بالتعليمات التي حددتها الوزاره. اذا التزم الناس بالتعليمات ان شاء الله تبقى في المرحله الثانيه
بإذن الله. ما عايزين نعرف خصائص كل مرحلة. هي نفس الخصائص على فكرة كل مرحلة، هي نفس الضوابط بتاع كل مرحلة، بس احنا بدأنا بالمساجد في المرحلة الأولى، ثم بعد ذلك إذا التزم الناس بهذه الضوابط يبقى خير وبركة إن شاء الله رب العالمين، ونأمل ونؤمل إن شاء الله رب العالمين أن يلتزم الناس بهذه الضوابط. وبنقول للناس يا جماعة ساعدونا، ساعدونا على أساس نستكمل الفتح. يعني ما فيش حد يكون سبب، زي ما الحديث بيقول إن من الناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير، وإن من الناس مفاتيح للخير ومغاليق للشر. لا، لازم تكون أنت سبب في فتح المساجد، إياك أن تكون سببا في غلق المسجد. وننبه جميع الناس وجميع المصلين، التزموا بالتعليمات حفاظا على نفسك أولا، ثم حفاظا على غيرك ثانيا. إذا التزمنا بالتعليمات التي حددتها الوزارة كنا سببا في فتح المساجد عامة كاملة ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. طب فندم، يعني عايزين نتكلم ان احنا بس ايه، نحاول نذكر الناس بالفتره الصعبه اللي احنا عشناها، يعني 3 اشهر وكان الناس كتير كان ألم عليهم ان يتم غلق المساجد. طبعا 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 فعايزين نقول للناس يعني هذه الفتره والمغزى اللي احنا نقدر نطلع منه من غلق المساجد، يعني وخصوصا احنا يعني شفنا يمكن ابواب الرحمه فتحت من مسجد رسول الله والله عليه الصلاه والسلام، وتتوالى فتح المساجد في كل الدول الاسلاميه إذانا ان شاء الله ان الازمه وهذا الوباء يعدي على خير ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. احنا لازم ننظر يا استاذ محمد للفتره اللي فاتت، الفتره اللي فاتت مش 3 شهور بس، 3 شهور ب 90 يوم، لا الفتره اللي فاتت 103 يوم محسوبه بغلق المساجد. 103 يوم تم غلق المساجد فيه. طبعا كان بيبقى صعب على النفس ان المسجد مغلق مقفول في جميع الصلوات، الواحد عاوز كان متعود، الناس متعوده انها تروح تصلي الفجر، تصلي الظهر، تصلي في اي فرض من الفروض، صحيح، وفجاه اتقفل عنهم، اغلق دونهم المسجد، بقى مش عارف يصلي، يروح فين؟ يصلي ببيته، مجبر انه يصلي ببيته، ليه؟ عشان الضرر الواقع عليه وعلى المجتمع. طب المرحله دي عدت فتره كبيره، 103 يوم زي ما قلت لحضرتك، طب احنا ربنا انعم علينا وعاد لنا المساجد تاني. طبعا المسجد ده بيت ربنا سبحانه وتعالى، زي ما انت بتزين بيتك احنا بنزين بيوت ربنا سبحانه وتعالى لاستقبال ضيوف الله عز وجل. طبعا في الفتره اللي فاتت دي كلها المسجد مش مغلق بس، لا ده كان باستمرار على طول عمليه الطهاره، عمليه التطهير والتنظيف ونظافه الفرش والتعقيم مستمر، مش معنى كده ان المسجد تم غلقه، لا، ما ده السؤال، متابعه مستمره يا استاذ محمد من المديريات ومن الوزاره على مدار ال 103 يوم اللي فاتوا، كان في غرفه عمليات مستمره من الوزاره لمتابعه هذه المساجد. مش معنى ان انا قفلت المسجد خلاص قفل المسجد ويمتلئ تراب ويمتلئ لا 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 ابدا، في عمليه مستمره، في متابعات مستمره من الوزاره ومن المديريه بتطهير المسجد ونظافه الفرش والتعقيم المستمر للمساجد. فاحنا الفتره اللي فاتت دي كلها 103 يوم زي ما قلت لحضرتك كنا محرومين من المساجد ومن زيارة ربنا سبحانه وتعالى. ما انت لما بتروح المسجد كأنك بتزور ربنا سبحانه وتعالى، صحيح، من تطهر في بيته ثم زارني في بيتي، الله، انت ضيف، انت ضيف على الله سبحانه وتعالى في بيته، انت ضيف الله في بيته، تصلي وتتقرب لله عز وجل. انت كنا اتحرمنا من هذه الضيافة في هذه الفترة، فنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا انعم علينا بفتح المساجد وبفتح بيوته مرة ثانية. يبقى الواجب علينا ايه؟ اننا نلتزم واننا ناخذ العبره والعظه من هذه الايه؟ الفتره الماضيه، ونسال الله تبارك وتعالى الا يعيدها علينا مره ثانيه. اللهم امين. وان نكون دائما في رحاب الله سبحانه وتعالى، وان يتغمدنا الله تبارك وتعالى برحمته الواسعه. اللهم امين. عدي الايام دي ان شاء الله على خير ان شاء الله رب العالمين، ونزيح هذا الوباء باذن الله. القادم افضل، لان احنا طبعا بنراهن على وعي الجمهور، وده اتضح لنا من اول صلاه فجر اليوم النهارده، الحمد لله فيه وعي كامل، ما فيش اي ملاحظات سلبيه وصلت للوزاره، الحمد لله. بنسمع دايما عن ملاحظات اكثر من ايجابيه من جميع الناس، ربنا يتمم على خير ان شاء الله. الدكتور نوح عبد الحليم العسوي وكيل وزاره الاوقاف لشؤون المساجد والقران الكريم، شكرا جزيلا ليك يا دكتور. شكرا يا فندم، وتحياتي لحضرتك. شكرا جزيلا.